مساء الخير على حضراتكم. انا عايز اتكلم على حاجة تانية خالص وفكر تاني خالص. انا عايز اتكلم لحضراتكم على يعني حكايتي مع نادي سموحة، يعني ايه علاقتي بنادي سموحة. انا عايز اتكلم على تاريخ نادي سموحة. انا حاسس حكايات حصلت في نادي سموحة ممكن تكون هي مش مترتبة، لكن انا هحكيها كما اتذكرها، وهحكي على نوادر، وهحكي على مشكلات اجتماعية، وهحكي على مشكلات انسانية صادفتني. انا بعد كده عايز احكي فيديوهات كتيرة جدا مش هتكون فيها كلام لاعضاء نادي سموحة بس، هتكون الكلام فيها للمجتمع السكندري وللمجتمع المصري، ازاي احنا جينا نادي سموحة وايه اللي حصل في نادي سموحة واللي حصل نادي سموحة. اولا انا جيت نادي سموحة ده بقرار من الدكتور كمال الجنزوري، كنت انا رئيس نادي الجياد، وكان نادي الجياد ده حقق تقدم كبير جدا وتحول من ان هو نادي سبق الى نادي رياضي، نادي شيك قوي بيضم المجتمع الراقي جدا، وكان نخبة من الناس واعداد قليلة قوي من الناس، وكان شيك قوي، وكان طلعت بيه حماد طبعا اللي هو كان وزير مجلس الوزراء في حكومة الاستاذ الدكتور كمال الجنزوري، كان عضو هو واخوه في نادي الجياد، لان هو كان هو رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية في ذلك الوقت. بس انا ما كنتش اعرف طلعت بيه حماد عشان برضو اكون واضح، ما كنتش اعرف كمال بيه الجنزوري، ما كنتش اعرفه. فكان نادي سموحة بيمثل مشكلة كبيرة جدا، وكان المجلس على طول فيه مشاكل، وكان فيه على طول محاكم، وكان طبعا النادي سموحه ده كان وصل الى مرحله كبيره جدا من التدهور، وكان عايزين يحلوه. واللي بلغني ان طلعت بيه حماد، وطبعا انا كنت اعرف الدكتور عبد المنعم عماره معرفه طيبه جدا، لان الدكتور عبد المنعم عماره ده اتخرج على ايديه كل الاسامي الجبار، كل الاسامي الجامده واللي انتم بتشوفوها في الرياضه المصريه، سواء في العشر سنوات الماضيه او في العشرين سنه الماضيه او اللي احنا شايفينهم دلوقتي. ناس كتيره جدا اتخرجت على ايدين الدكتور عبد المنعم عماره. الدكتور عبد المنعم عماره ده كان يعني جامعه شخصيه لها نظره كبيره قوي، وكان مؤثر جدا في الحياه الرياضيه المصريه. لكن انا وكنت على علاقه طيبه جدا بيه، وكنت على علاقة أسرية بيه كمان، لأن هو رجل يعني مثال أعلى ليا والناس كتيرة أوي. الدكتور عبد المنعم عمارة أستاذي طبعا، وأنا بفتخر بأستاذيته يعني وذكائه. اللي جاب اللي طلع قرار إن أنا أجي نادي سموحة كان هو الدكتور كمال الجنزوري، وأعتقد زي ما قلت بترشيح من طلعت بيه حماد، لان كان لما طلعت بيه حماد قال لكمال بيه الجنزوري لو انت عايز النادي سموحه ده يعني يخرج من عصرته او ان هو يطلع من هذه المحنه، انا برشح لك واحد اسمه محمد فرج عامر، هو رئيس نادي الجياد، والنادي ده عامل طفره كبيره جدا، ونادي سموحه كان وصل الى يعني منحنى خطير جدا. فصدر القرار، صدر القرار، وكانت لجنه اتشكلت من انا كنت رئيس، وكان في المستشار زهير بسيوني هو يعني نائب، هو كان امين الصندوق، وكان في عصام بيه حلمي والاستاذ جلال عبد الجليل وعمر بيه الكعكي، هو ده المجلس اللي اتكون في ذلك الوقت. وجي كمان الدكتور الاستاذ جلال عبد الجليل خدني من نادي الجياد، كان في الصيف اعتقد ان هو كان في شهر يوليو او اغسطس في سنة 97، وجي قابلني الساعة 8 الصبح، وجينا هنا طبعا نادي سموحة، واحنا قعدنا 50 يوم. ومش قادر اقول لحضراتكم طبعا يعني كيف كان نادي سموحة، او كيف كان المستوى هنا بتاع نادي سموحة. كان النادي ده اي حد بيدخله، مش شرط انت تكون عضو فيه او مش عضو، وكانت قيمة العضوية ما كانش فيه قيمة للعضوية، كانت متدنية جدا، كان يقال انها 2000 جنيه بس، كان ناس كتيرة جدا بتعمل لهم الادويات، وكان اي، وكان الكلاب هاوس ده طبعا مع الاحترام له بالي جدا وحالة وحشة جدا، وكانت دورات المية صعبة قوي ان حد يستخدمها، ويعني كان في حالة يرثى لها في ذلك الوقت، ودي حقيقة. وبعدين قعدنا هنا، وقعدنا هنا لمدة
50 يوم، وبعد الخمسين يوم ده كان فاضل أيام بسيطة جدا على الانتخابات، وبعدين اتعملت قضية، والقضية دي احنا طبعا اتشالنا فيها، لان انا كنت رئيس نادي الجياد وكنت رئيس اللجنة اللي بتدير نادي سموحة، فكان ما لا يجوز الجمع بين حاجتين. وازاي انا عرفت القرار بتاع الاختيار ده، برضو انا هقول كلمة، انا كنت بلعب تنس في نادي سبورتينج وجالي تليفون، وبعدين انا مسكت التليفون، طلعت من الملعب مسكت التليفون، فلقيت واحد بيقول لي انت بتعمل ايه يا فرج؟ قلت له انا بلعب تنس، مين حضرتك؟ قال لي انا طلعت. انا معرفتش طبعا مين طلعت، فقال لي انت ممكن تيجي القاهرة امتى؟ قلت له انا مش عارف، مين حضرتك؟ قال لي انا طلعت حماد امين عام مجلس الوزراء. قلت له انا تحت امر سيادتك، انا ممكن اجي القاهرة في اي وقت. قال لي طيب ممكن تيجي لي بكرة؟ فقلت له انا تحت امر سيادتك. وبعدين انا سافرت تاني يوم وقابلت طلعت بيه حماد في مجلس الوزراء في ذلك اليوم، وكان في اليوم ده كان عنده سيادة الوزير ابراهيم فوزي، وكان عنده وزير الاوقاف اللي هو اعتقد اللي هو اسمه زقزوق اعتقد، وكان موجود المهندس رشيد محمد رشيد. بالصدفة الثلاثة دول كانوا موجودين في مكتب طلعت بيه حماد، وانا دخلت على طلعت بيه حماد، ومن هنا ابتدت الحكاية. بس اللي كانوا موجودين كلهم طبعا ناس في قمة الاحترام وشخصيات عظيمة جدا في المجتمع وليها دورها الايجابي الجميل، لكن ما كانش لهم علاقة ابدا بان انا استدعيت في ذلك اليوم. وكان بدأت رحلتي مع سموحة، وبعد 50 يوم طبعا انا اقصيت عن سموحة، وبعدين ما رحتش بقى، وكنت رئيس الجياد، وبعدين قدمت استقالتي من الجياد ودخلت هنا في انتخابات سنة 98. لما أول ما دخلنا في النادي بقيت رئيس نادي سموحة، كلمني الأستاذ طارق إسماعيل الأخ العزيز الصحفي في الأهرام، وهو شخصية جميلة جدا طبعا ربنا يديله الصحة، وقال لي ده في قرار طلع من مجلس محلي مدينة الأسكندرية بيوصي باقتطاع 57 أو 75 فدان من نادي سموحة، واللي عشان يكونوا دول مركز شباب متطور زي مركز شباب الجزيرة. فأنا طبعا اتصدمت صدمة كبيرة جدا وما كنتش عارف أعمل إيه خالص، فما بقيتش عارف، وكنت يعني مش عارف أتكلم مع مين. فأنا اتكلمت مع الأستاذ جلال عبد الجليل، وكلمت مع دكتور عصام الله يرحمه طبعا، ومع زهير بيبسيوني، وبقينا مش عارفين نعمل ايه وكده. وبعدين تفتق ذهننا الى فكرة ظريفة جدا، اعتقد ان استاذ جلال هو اول واحد اشار علينا بيها، ان كان عايزين يعملوا بطولة للهوكي، فاحنا اخترعنا القصة دي وتبنينا هذه القصة دي، واستعنا بمحمد بيه بركات في ذلك الوقت كان هو رئيس اتحاد الهوكي، واتصلت برئيس اللجنة الأولمبية في ذلك الوقت منير بي ثابت، واحنا وزكيت الفكرة جامد جدا ان احنا ليه ما نعملش بطولة البحر الابيض المتوسط تحت رعاية السيدة الفاضلة سوزان مبارك اللي هي سيدة مصر الاولى في ذلك الوقت. وهو شخصيا تحمس الى هذا الموضوع، وهو عرض عليها هذا الحدث، وهي وافقت على هذا الكلام، واحنا كان كلامنا ان هم اللي هتتعمل على البحر الابيض، فاحنا لازم نعمل استاد هوكي. فاحنا ما كناش فاحنا قلنا كل الكلام ده عشان احنا نعمل استاد الهوكي في نادي سموحة، ولو عملنا استاد الهوكي في نادي سموحة يبقى احنا كده هنتفادى قرار اقتطاع 57 او 75 فدان من نادي سموحة. وقد كان ان صدر قرار باقامة بطولة البحر الابيض المتوسط تحت رعاية السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وان المكان هيتعمل في نادي سموحة، واحنا دعينا رئيس الاتحاد الدولي في ذلك الوقت وكان اسمه كالزادو، وكانت البطولة هتقام بعد 100 يوم، ووقفت هناك في مكان الملعب، وكان معايا الاستاذ جلال، وكان معايا كل السادة زملائي اعضاء مجلس الادارة، وسلمناه طبق، وكان سيادة الوزير عبد السلام المحجوب لسه هو جاي محافظ الاسكندرية، وادينا له طبق فضة، وقلنا له بعد 100 يوم هيكون الاستاد موجود. وعن طريق طلعت بيه حماد امكن ان الوزير حسب الله الكفراوي يصدر قرار تخصيص 2.5 مليون جنيه لاقامه الاستاد الهوكي في نادي سموحه.
وكان المسؤول الاول عن استاد الهوكي هو المهندس ابراهيم محلب، اللي بعد كده هو كان رئيس المقاولين العرب، بعد كده بقى رئيس المقاولين العرب، وبعد كده بقى وزير الاسكان، وبعد كده بقى رئيس وزراء مصر، وبعد كده بقى مساعد رئيس الجمهوريه في كده. وطبعا ده راجل شخصيه جميله وشخصيه نادره، شخصيه متفتحه جدا، وكان بيساعده في هذا العمل المهندس نادير محفوظ، اللي بعد كده بقى هو عضو مجلس اداره لنادي سموحه، كان هو المدير التنفيذي للمشروع. ولما احنا جينا نبتدي المشروع، طبعا الاثنين ونص صمم المشروع ده الدكتور عمرو الشريف، وصممه من غير خوازيق، وصممه على النظام اليوناني عشان هي بطوله البحر الابيض المتوسط، وكان لازم نبني الاستاد ده في اقل من 100 يوم. واحنا شغالين الاثنين ونص مليون جنيه طبعا ما كفوش، فطلعت بيه حماد كلم ومنير بيساب التدخل، والوزير الكفراوي اعتمد 2.5 مليون اخرين، والاثنين ونص مليون اخرين جت سجاده اتجر الى 17.5 مليون جنيه. في ذلك الوقت كان بيجري بقى ورانا عبد السلام بيه المحجوب وعايزني امضي على هذا الورق، فانا ما مضيتش على اي ورقه تخص الاستاد، بالعكس انا عملت حاجه تانية، ان انا استخرجت الميه والنور باسم نادي سموحه، وده اللي خلى ملكيه الاستاد لنادي سموحه، لان كانت محافظه الاسكندريه بتطمع في ملكيه الاستاد، بالرغم من ان محافظه الاسكندريه هي اللي دفعت فلوسه بعد كده، لكن الملكيه اصبحت لنادي سموحه، واصبح الاستاد داخل نادي سموحه. الاهم من كل ده ان كالزادو اللي احنا دعيناه، اللي هو رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، عمل احداث كبيره جدا. اول حاجه ان احنا نجحنا عن طريق الاستاذ عصام عبد المنعم في سنه 1999 ان تكون الاهرام هي الراعي لنادي سموحه، وابتدى يتكتب عن نادي سموحه في الجرنان، ودخل خزينه النادي اول 100,000 جنيه من تنميه الموارد كرعاه. واتعمل هنا في نادي سموحه شيء حدث عالمي كبير جدا، ان اتعمل هنا بطوله العالم للسيدات وبطوله العالم للرجال للأندية، وتبارى أكبر ناديين في العالم في الرجال اللي وصلوا النهائي، وتبارى أكبر ناديين للسيدات هنا في نادي سموحة، على هامش الاحتفال باليوبيل الماسي للاتحاد الهوكي، وجه ناس من 184 دولة. يا 184 دولة، يعني أعتقد أنهم 184 دولة، وكان في هنا احتفالات كبيرة جدا، الاحتفالات دي كلها دفعتها الأهرام وحجزت الأوتيلات، وكان احتفال كبير جدا، وجا ناس كتيرة جدا من كل العالم، ونقلت الأحداث دي 138 قناة فضائية رياضية، وأهمهم اليورو سبورت، ولذلك حتى الإضاءة كانت لازم تكون أعتقد لها يعني مستوى معين من الإضاءة، كانت اليورو سبورت أصرت إن هي يكون موجود، واتعمل الحدث الكبير ده اللي هو اتعمل. فاللي انا عايز اقوله ان دي حكايه مهمه جدا، انا كنت حابب جدا ان انا احكيها، عشان طبعا اعضاء نادي سموحه تعرف قد ايه النادي ده، او يعني دي بدايه، دي قصه من عشرات القصص اللي انا ناوي احكيها، عشان انا ناوي احكي كل حاجه حصلت في النادي، وكل المشوار اللي حصل في النادي، وكل هذه الحكايات دي موثقة. وأنا بالمناسبة طرحنا مسابقة، وطلبنا أن كل أي عضو من الأعضاء هيقدم أقدم صورة هيحصل على جائزة 10,000 جنيه. الجائزة دي مني أنا شخصيا، وأي حد هيقدم صورة قديمة لنادي سموحة كانت موجودة لنادي سموحة قديم هيحصل على 1,000 جنيه. لكن المسابقة أن اللي هيقدم أقدم صورة هياخد 10,000 جنيه، واللي هيقدم اقدم فيلم عن نادي سموحة هياخد جايزة 10,000 جنيه، ودي مطروحة لكل الاعضاء في نادي سموحة. انا حبيت اتكلم على هذا الموضوع، وفي نهاية ده كده فيما يخص قصة من الحاجات اللي انا واجهتها في نادي سموحة، واللي انا شفتها، واللي طبعا انا حكيت لحضراتكم الناس اللي هم شاهدين على العصر، قد تكون القصة ناقصة بعض الاشياء او بعض التفاصيل، لكن ده اللي حصل، وحمينا النادي من ان يتاخد منه الارض اللي هي ال 75 فدان. طبعا ده بالاضافة الى ان احنا كمان استرجعنا 18 فدان من النادي. المنطقة اللي اقيم فيها الاستاد دي كانت
مزرعة خيل، وكان في باب خارجي، وكانت الأرض دي هتقتطع زي أراضي تانية أخرى اقتطعت من النادي، لكن إحنا أمكن السيطرة عليها، زائد بالإضافة المكان اللي اتبنى عليه الصالة المغطاة دي اللي هي إحنا مسمينها صالة سبعة، دي كانت متأجرة لسيرك. السيرك ده كان الكوتة، مدينة ملاهي، كان مدينة ملاهي الكوتة، واللي رجع الأرض دي لنادي سموحة هو الله يرحمه الأستاذ الكابتن محمد، الكابتن محمد أبو عاصي، هو اللي رجع الأرض دي، لأن في الوقت ده أنا استعنت بيه وهو جاب عربية مجنزرة وجبناها بالليل ودخل واكتسح هذه المنطقة، واكتسح منطقة الفروسية اللي بحكي لحضراتكم عليها، حتى اتضرب عليه بالنار. لكن محمد أبو عاصي طبعا هو كان واقف موقف كبير قوي، وبعد ما خلص اتعمل محضر في الشرطة وجذبة الشرطة ومثبت ذلك في الكلام، وقال لي محمد أبو عاصي أنت كنت راكب جنب مجنزرة وبتاع، وفي أثر مجنزرة، لأن كساحة كانت شالت المجنزرة دي وشالتها بعد ما اقتحم الأرضين دول. فقال أيوه أنا كنت بلم بيها الورق من أرض نادي سموحة. فأنا حبيت أحكي لحضراتكم القصتين دول من مئات القصص اللي أنا إن شاء الله ناوي أحكيها لحضراتكم، عشان كل واحد يعرف منين ابتدى نادي سموحة وإيه قصة نادي سموحة، وهحكي كمان ازاي اتبنى نادي سموحه، وازاي اتعمل نادي سموحه برج العرب، وازاي اتعمل نادي سموحه في العالمين، هحكي كل هذه القصص. بس انا بقى عايز اقول لحضراتكم قصه بسيطه جدا، عشان طبعا لما انا اتكلمت قلت ان في، طب انا اتبرعت بمليون و400 الف جنيه، دي ايصالات موجوده، والايصالات دي انا كنت بديها، انا متبرع بيها للنادي، بس انا كنت مديها للاستاذ منعم، لان كان بالمصادفه في اليوم ده كان هو بيتكلم معايا وكنا بنتكلم، وكان نفسي تيجي فلوس وانا متبرع بيها، والايصالات دي كلها موجوده. اما فيما يخص ال 57 مليون جنيه، فانا طلبت من الاستاذ محمد اللي هو المدير المالي في نادي اسمه، قلت له ارجوك النبي هات لي الورق، عشان انا قلت هذا الكلام وانا عايز طبعا يعني الورق ده يكون في متناول الجميع. فجاب لي الورق، فلما بصيت على الورق لقيتهم هم 51 مليون جنيه. قلت له يا استاذ محمد دول 51 مليون جنيه، وانت قلت لي ان القيمه 57 مليون جنيه. فقال لي عشان في 6 مليون جنيه هو انا عايزك تمضي عليهم عشان احل كل مشاكل النادي. طبعا قلت له ايه؟ امشي من قدامي في الوقت ده، وما رضيتش امضي على ال 6 مليون جنيه. لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا قادرين على حل كل المشاكل، وقادرين على ان احنا نقوم النادي، والنادي قايم والنادي بيشتغل. والحاجة اللي أنا عايز أقولها للسادة الأعضاء، إن كل يوم واحد في الشهر سموحة مطلوب يكون فيه 31 مليون جنيه تمثل الأجور والمستحقات والضرائب والرسوم اللي هي واجب على نادي سموحة، والفلوس بتاعت الهيئات الحكومية. النادي ده كان بيصرف 55 مليون جنيه شهريا، وإحنا حاليا بنعمل ترشيد كبير قوي في المصروفات، وترشيد كبير قوي في المصروفات الرياضية، وبنعيد رسم الخريطة بحيث ان احنا نقوم الدنيا وما يحصلش فيه نوع من التأخير. هو فيه تأخير، التأخير طبعا مش كبير، لكن احنا عمرنا ما اعتدنا على هذا التأخير. التأخير ده موجود في كل أندية مصر، كل الأندية وهيئات كتيرة جدا وشركات كتيرة جدا وناس كتيرة جدا بتتأخر، لان ظروف الكورونا اضرت بالعالم كله. ده بالعكس ربنا رحيم بمصر، وربنا عالم بمصر، مصر ما قفلتش زي الدول كلها، بالعكس مصر وقفت على رجليها وخدت جزء كبير جدا من الكورونا، واحنا واقفين على رجلينا، ولا قدر الله لو كنا قفلنا كان بقت الاوضاع صعبه جدا. لكن احنا الحمد لله طبعا ماشيين بمنتهى القوه، وان شاء الله كل حاجه هتكون في نصابها وفي وضعها الحقيقي. برضو كلمه تانية عايز اقولها، ان انا بتفاجئ بان في ناس غير مسؤوله بتردد يعني عدد من الاشاعات، زي ما بتتردد اشاعات على مصر، كل هذه الاشاعات كاذبه، وكل هذه الاشاعات ليس لها اي اساس من الصحه. زي يقول لك النهارده الساعه 6 الصبح مدربين السباحه كانوا عاملين احتجاج، ما حصلش هذا الكلام، الكلام ده كان له علاقه بالميه، ما كانش له علاقه بالاجور والمرتبات ولا اي حاجه من هذا الكلام، الكلام ده كله مش مظبوط. دي واحد. الحاجه الثانيه، شرف لاي مدرب وشرف لاي حد وشرف لاي انسان ان هو ينتمي لنادي سموحه. احنا مكبرين جدا المشكله، حاطين عليها ميكروسكوب كبير جدا، هي موجوده في كل الانديه بشكل كبير جدا، اكبر من هنا عشرات المرات، لكن احنا طبعا عشان احنا ايه
متعودين على العز ومتعودين على الفلوس الكتير ومتعودين على الكلام ده. فاحنا عمالين نتكلم، بعدين احنا ما عندناش حاجه نخفيها ولا حاجه نخبيها على الاطلاق. ثانيا اتفاجئت برضو ان حد كاتب يقول، انا مش هرد طبعا على كل واحد، لان لو انا هرد على كل واحد وكده انا مش هلاقي وقت اشتغل، لان انا لا بقرا ولا بشوف ده. انا بس سمعت من زميلتنا عضو مجلس الاداره بتقولي ده واحد كاتب، المهندسه ايمان بتقولي ده في واحد كاتب ان احنا خصمنا 25% من الباسكت. ما حصلش ان احنا خصمنا ولا من الباسكت ولا من اي لعبه جماعيه، ولا خصمنا من اي حد اي مليم، واحنا محترمين عقودنا واحنا بندفع الفلوس، واي فرق احنا متاخره احنا هنسدها في خلال الايام اللي جايه، وكل الناس بتاخد فلوسها كامله من نادي سموحه، والحمد لله نادي سموحه قادر على الوفاء بكل العهود اللي بيعملها، ونادي سموحه ماشي في المسيره الطيبه اللي حضراتكم عارفينها، وان شاء الله دايما نلتقي على خير، وبشكركم شكرا.